الأردن والعراق وكل الدول. لا ده أنا جاي لحضرتك بقى الأردن والعراق. الممر اللوجستي رقم 3 من وجهة نظري في الأهمية وهو الممر اللوجستي العريش طابة. طابة العريش طابة. وعشان حضرتك تبقى عارف وأنا بحيي أشقائنا الأردنيين ووزير النقل الأردني والعاملين في المجال النقل في الأردن بل وكل الحكومة الأردنية، وإنجاز لي يعني أشكر جلالة الملك والحكومة الأردنية اللي هم اللي طلبوا. مجرد إن إحنا عرفوا إن إحنا بنعمل ممر وخط سكة حديد قالوا إحنا عايزين ننقل كل بضاعة الأردن على البحر المتوسط من خلال ميناء العريش ومؤقتا ميناء شرق بورسعيد لحد ما نخلص المملكة العريش. المملكة الأردنية طلبت كده طبعا، كل تجارتنا من خلالكم وهم سامعيني والدنيا كلها سامعاني. نعم الأردن الشقيق والعراق الشقيق والدول العربية بمجرد ما احنا بدأنا نشتغل في الخط السكك الحديد قدامنا اهو بالظبط كده. اتفضل. من احنا على فكرة احنا بكرة حضرتك هتلاقينا بكرة انا مع دولة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء هتلاقينا في طابة دي بكرة ان شاء الله بإذن الله. بكرة هتلاقينا بكرة، انا بكلم حتى دلوقتي الساعة 10 بالليل، بكرة الفجر هتلاقينا هناك ان شاء الله بإذن الله. عشان الخط ده وعشان كل التنمية اللي في طابة واللي في نويبع واللي في سانت كاترين. احنا يا استاذ احمد احنا مش سايبين حتة في مصر. نعم مش سايبين حتة في مصر الحمد لله، وربنا يدينا الصحة وطولة العمر والستر ونفضل نعمل لبلدنا يا رب وحكومتنا ورئيسنا، ما فيش ورانا غير شغلنا. نعم فاحنا الخط اللي بنتكلم على الخط ده طابة العريش واشقائنا في الاردن والخليج والعراق. اتفضل يا فندم. كل دول هيجيبوا سواء في ميناء العقبة او ميناء حقل في السعودية. نعم والعبارات اللي موجودة عندنا بتاعت شركة الجسر العربي للملاحة اللي احنا بنطور فيها الشركة القوية العملاقة اللي مملوكة للثلاث دول الشقيقة مصر والأردن والعراق شغالة على هذا الخط. شغالة الوقت هي العقبة نويبع. نعم طب العقبة نويبع كافي جدا ولكن احنا عشان نقرب شوية للقطر بقى اللي هينزل فيه النقب وطابة فاحنا هنعمل ان شاء الله بإذن الله العريش وطابة وده حصر لحضرتك. ايوه هنعمل ميناء في طابة، يبقى انا عندي ميناء في نويبع، عندي ميناء في شرم الشيخ وعندنا ميناء في نويبع. ايوه ويبقى عندنا ميناء في طابة. طب القطر يجي من العريش من فوق من ميناء العريش الى ميناء طابة او الى النقب والشاحنات تشيل على الحاويات والبضاعة وتركب العبارات من مصر للاردن والسعودية ان شاء الله باذن الله، وانا وربنا يدينا الصحة وطولة العمر يا رب. ثلاث سنين احنا خلصنا خلاص، عملنا الدراسات وعملنا التصميمات دراسات الميناء دراسات الميناء ودراسات الخط والخط دراسات الميناء والخط. نعم احنا الوقت شغالين وزي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. نعم ادا جايبين الجسر العربي الملاح الشركة المحترمة القوية. نعم طيب النهاردة احنا شغالين دلوقتي